باتول هي شخصية قوية، يعني امرأة أنا فخورة بتجسيدها بصراحة، وفخورة كذلك بالعمل بصفة عامة بزهر الباتول، اللي نتمنى إن شاء الله أنه ينال إعجاب الناس، مع أنني متأكدة أنه ينال إعجابهم. هو مسلسل تاريخي بأجواء مغربية، مغرب ديال زمان، من ناحية اللباس، من ناحية الديكوراسيون، من ناحية حتى مكان التصوير، فهو مكان رائع، وكلنا فخر بهذه المدينة الغزالة اللي هي مدينة ورزازات، اللي تصور فيها السلسلة القادمة إن شاء الله، اللي جمعتني مع ألمع النجوم المغاربة سلسلة زهر الباتول، اللي غتعرض على القناة الثانية إن شاء الله برمضان، غتكون عبارة عن 4 حلقات اللي كلها تشويق ودراما وحب وكوميديا كذلك ورومانسية، مجموعة كل شيء في السلسلة.